نعم، هو الأسباب حقيقة الأسباب كثيرة. يعني هو أولا أنا كما ذكرت يجب على الدولة وليبيا كذلك المؤسسات الدولة يجب أن حقيقة تضع حلول. من ضمن الحلول الآن يعني ارتفاع تكاليف الزواج، نعم، وارتفاع مستوى المعيشة. يعني فتلقى يعني الآن الأراضي أسعارها عالية جدا، والبيوت أسعارها عالية، والأتات أسعاره والذهب كذا، المبالغة في البحث عن حتى يعني ترشيد الآباء والبنات والأبناء والبنات في البحث حقيقة عن فارس الأحلام، يعني مواصفات عالية الجودة. وهذا الحقيقة لما يصطدم الإنسان بالواقع لن يستطيع أن يصل إلى المواصفات عالية الجودة كما يراها ويتصورها الإنسان. لابد أن يكون واقعي، ولابد بناء على دورات تأسيسية ودورات تثقيفية للشباب والشابات. يعني كذلك البطالة الموجودة عند الشباب الآن، الشباب يعاني بطالة حقيقة. كثير من الشباب اللي تخرجوا من الجامعات لا يجدوا عمل حقيقة، ما الدولة ما يجدت لهم برنامج، وحتى ما فيش عمل. أنا ما نقولش يعني لازم من توظيفهم، لكن لابد من وضع حلول، يا إما المشاريع الصغرى مشاريع ونعطيهم ندعمهم بقروض على أساس مشاريع صغرى متوسطة حتى نتمكن من إقامة مشروع ويعني واستثمار هذا المبلغ في عمل معين، بالإضافة إلى قروض، بالإضافة إلى إنشاء أنشأوا صندوق الزواج ودعم الزواج، ولكن حقيقة لم يفعلوه في وزارة الشؤون الاجتماعية. فهذا الصندوق لابد من تفعيله، ولابد من تشجيع الشباب المقبلين على الزواج من زوجات ليبيات، حتى يعني البنت الليبية تكون في حفظ وأمان مع زوجها الليبي. وكثير من البنات حقيقة يمتنعن على الزواج بسبب استكمال الدراسة، وتجيها الفرصة ومرة واثنين وثلاثة وتضيع الفرصة، وتصبح هي في حالة ندم، وتدخل في مرحلة ربما نقول إنه العنوسة، لأنها هن حقيقة المجتمع يتأثر من هذه الكلمة نقول تأخير الزواج. ولهذا يعني فيها أسباب كثيرة، ارتباط الشباب حتى بعلاقات قبل الزواج. احنا نقول الحب الملتهب اللي هو حب الميول والعشق، يعني الحرام حب المسلسلات والممثلين والممثلات، اللي هم أفشل ناس على وجه الأرض في حياتهم الزوجية، يعني هم فاشلين في حياتهم الزوجية. فشبابنا حقيقة بعد الفيس وبعد الهاتف وكذا اتصالات ويحبوا في ويعيشوا في وهم الحب، في وهم الحب، وتبذل العاطفة طاغية، وكل شاب يزين لنفسه للثاني، وبعدين ينتهي بعدم الزواج. فهذه مشاكل حقيقة يجب أن احنا نبحث فيها، ويجب أن الدولة تضعها في أولوياتها.